السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم راح ناخذ، خلينا نرجع نخليها قسمة كلها. فاليوم راح ناخذ اللي هو كيف نطلع اللي هو علامة ناتج، يعني قريب، يعني مو انه فواصل كثيرة، يعني نقرب الناتج. فخلينا نشوف كيف الطريقة. كنترول مثلا سيف، هذه راح يقسم هذولي على بعض. خلينا نشوف ايش يطلع الناتج. ترو ريست، طيب راح يطلع 6 و75. راح نقرب هذا الناتج، ما نبغاها بالكسور يعني. فنجي نضيف هنا على هذه عملية القسمة اللي نبغى نسويها، نكتب قدامها اللي هي، خلينا نفتح قوس ونكتب اللي هي الراوند، ونسكر القوس هنا. فهذه هي العملية الجديدة. هذا راوند يعني قرب الناتج وحطه في الانسر. طيب خلينا نسوي كنترول سيف ونشوف كيف يطلع الناتج. كنترول ال كنترول اي وبعدين كنترول ار. لو تلاحظون الناتج اللي فوق 6، والتقريب حقها 6 يعني، ما بس شال الفاصل منقوطة. وهذا التقريب حقها راح يكون 1، لانه هنا فاصلة 7، واذا بقربه للعدد الصحيح بيصير 1. ولو كان اقل من 7.4 يصير هنا ايش؟ 0. طيب فهذا هو التقريب. طيب في طريقة ثانية للتقريب، بدل ما أقول بدل ما أحط هذه العملية، خلينا نشيل الراوند. بدل ما أحط هذه العملية أكتب ديفايد يعني قسمة. فراح ياخذ يقسم الأعداد هذه اللي فوق ويقربها ويحطها في الناتج اللي هو الأنسر. طيب نسوي كنترول نخزن سيف، ونيجي هنا كنترول ال ونقول رن ريست ورن. نفس الناتج الاول لكن سوى تقريب يعني كأنه شال اللي بعد الفاصلة. وين اللي هنا فوق؟ اللي بعد الفاصلة كله شالها، فخلي الباقي الحقيقي الأول. فهذه طريقة الديف والفرق بينه وبين الراوند. طيب فلو ايش باقي؟ باقي القسمة. طيب لو نيجي نقول هنا هذه ديف، نخليها قسمة مثلا الاكس والواي بس، ما ابغى البقية. ونيجي هنا نسوي كنترول كوبي، وهذه راح نسميها مثلا المود. وهنا نقول اللي هي المود الموديول عشان ياخذ باقي القسمة حقت الاكس والواي ويطلعها لنا. فهنا الانسر، خلينا نطلع رسالة هنا نقول انه هذا هو الانسر، المتغير اللي هو الانسر يساوي، ونجي هنا نقول اللي هو المديول ويساوي، نحط فاصلة، وهذا المود اللي هو باقي القسمة ويساوي اللي هي المتغير سميناها مود 1. فنخزن ونشوف كيف تتنفذ معانا. كنترول ال، وهنا ماث كنترول اي كنترول ار. فلو نجي نشوف هنا باقي القسمة 0، وهنا باقي القسمة 3 اللي هي في العملية الأولى. طيب فأتمنى أنكم استفدتم من درس اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.